توجه السؤال لفضيلة الشيخ ولا للأسيس رافت؟ لا، وجه للاثنين. طيب. أولا أريد أن أشكر الجميع لهذه المناقشة الجميلة، وبما أنني من سوريا وبما أنني مسلم طبعا نحن يعني نتمنى لإخواننا المسيحيين سواء في مصر أو في سوريا أن يعني أن يبقى العلاقة يعني جيدة، والعلاقة في سوريا الحقيقة جيدة جدا، وإن شاء الله أن تبقى في مصر كذلك. ولكن أريد أن أتوجه إلى الأب رأفت. يعني حسب ما قرأنا هو يعني قريب مما أو ما ذكره الشيخ منقذ، أولا بأن الأناجيل بمجملها كتبت بعد ما يقل يعني من 70 سنة إلى 200 سنة بعد وفاة المسيح عليه السلام. وحسب ما قرأنا بأن مثلا إنجيل مرقس كتب أولا في اللغة اليونانية التي كانت في اللغة العامية وكانت لغة ركيكة جدا، وأعيد دراستها وقراءتها مرة أخرى، وقد تم ذلك في 200 سنة الأخيرتين، أي أنه كان هناك اختلافات كبيرة جدا بينما بالذي جاء في إنجيل مرقس وما جاء في الدراسات اللغوية الحديثة التي جرت. كما أنه ذكر كثيرا أشعياء، أعتقد الذي كان تقريبا 700 قبل المسيح، وتبين فيما بعد أن بعدما يعني تمت قراءة وثائق عمران التي كشفت في عام 1947 إن كثيرا الكثير مما جاء فيه لم يكن صحيحا. والشيء الأخير الذي أود أن أوجهه أيضا يعني أطرحه هنا هو ما ذكره الشيخ منقذ عن إنجيل يوحنا، فإن إنجيل يوحنا قسم منه أولا هو يعني يوحنا ليس يوحنا تلميذ المسيح عليه السلام، ولكنه كتب فيما بعد، وقسم منه القسم الأخير يختلف عما جاء في القسم الأول منه. ثم هناك اختلاف أو تضارب، نعم، ثم هناك تضارب بين الأناجيل الأخرى وإنجيل يوحنا. وحسب ما قرأت إنجيل يوحنا بالذات هو الذي ذكر بأن المسيح عليه السلام قد صلب، ومنه أخذها الأب بولس، وثم انتقل إلى ومنها يعني انتقلت وأخذت إلى ألغيت أناجيل أخرى التي كانت موجودة آنذلك، وذلك اعتبارا من عام 200 بعد المسيح إثر إيرينيوس فون ليون، إيرينيوس ليون، ما أدري في اللغة العربية كيف ترجمها. يعني هذا اللي حبيت يعني أريد أن أقول من ذلك أنه يوجد تضارب كثير فيما جاء في الأناجيل، ولذلك يعني الرجوع إليها وإلى يعني عليه إشارات استفهام كثيرة. شكرا. شكرا. فكرة حضرتك وصلت أو السؤال وهو حلو باختصار. شكرا. هو موضوع النهارده حول الصلب والفداء، لكن سوف أوضح لحضرتك. أول كتاب اتكتب كان سنة 42 وكتبه الإنجيلي متى، واتكتب باللغة العبرية. سنة 110
ده كان آخر تاريخ كتابة لكل الإنجيل 26 كتاب. فبالنسبة لحضرتك قلت 70 بعد المسيح أو 200 بعد المسيح، ده كلام صحيح، إن التاريخ أثبت إن قبل خراب أورشليم كل الكتب اتكتبت والرسائل باستثناء كتاب واحد اللي هو إنجيل يوحنا زائد سفر الرؤيا فقط. شكرا. قال السؤال الشخصي. اسمح لي. طيب بداية أؤكد على المعنى العظيم الذي ذكره جناب الأستاذ الكريم في بداية مداخلته، وهي عن قضية التعايش بيننا كمسلمين مع جيراننا المسيحيين. الله عز وجل يقول في القرآن: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والبر كما قال عليه الصلاة والسلام هو حسن الخلق. فالله عز وجل أمرنا بمحاسنة أهل الكتاب الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا، لم يعتدوا علينا، فهذا خلق عظيم أمرنا به القرآن الكريم. بخصوص ما ذكره جناب الأستاذ، الحقيقة أنا أخالف القس حين قال بأن آخر ما كتب هو إنجيل يوحنا، لأنه ترجمة الرهبانية اليسوعية تقول في مقدمة رسالة بطرس الثانية تقول بأنها كتبت عام 125 ميلادي، علما أن بطرس مات سنة 64 ميلادي. مقدمة الرهبانية اليسوعية للسفر تقول هذه كتبت في عام 125، وهذا ما يدحض نسبتها إلى بطرس. هذه واحدة. هناك رسائل في الكتاب لا يعرف مكاتبها. رسالة العبرانيين الأب أوريغانوس يقول لا يعلم من كتبها إلا الله، فلا نستطيع أن نجزم بأنها كتبت سنة 70 أو سنة 80 أو سنة 90. بخصوص اللي تفضل فيه الوالد الكريم، آخر إصحاح من إنجيل يوحنا الآباء اليسوعيون في الرهبانية اليسوعية يقولون هذا ملحق كتبه أحد تلاميذ المؤلف، كاتبين في العنوان ملحق، وأسفل كاتبين أن هذا كتبه بعض تلاميذ المؤلف. في قضية في الفكر الكنسي مشكلة حقيقية: من يوحنا الذي كتب الإنجيل؟ هل هو يوحنا الحواري بن زبدي أم أنه يوحنا الشيخ؟ هذه قضية أخذت أخذ رد طويل في تاريخ الكنيسة، وليس هذا الموضوع تفصيلها. شكرا لك.